روح الى جيبك نوع الناس اليوم بمخيم 60 هون بدنا منكم الاشراف بدنا منكم همي بدنا نشوف ان شاء الله عز وجل عمل مميز اليوم بدنا نحدي الوقاي كيف ممكن نوع الناس قام جمعيه رافا بارسال الفرق التطوعيه الى المخيمات المختلفه ومن ضمن هذا المخيم مخيم في منطقه كبتين التابع لمنطقه ارمناس او مدينه ارمناس في ادلب هذه البقعة الصغيرة التي هي الآن بقعة خارجة عن سيطرة النظام. هذه المنطقة دخلها فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 بعد أن دخل إلى جميع دول العالم تقريبا وأرعب العالم. هذا الفيروس الذي له سرعة انتشار هائلة والوقاية منه بسيطة جدا. نقوم الآن بهذه الفرق إن شاء الله بالتوعية من أجل الحد قدر الإمكان من انتشار هذا الفيروس. تقوم جمعية رأفي وكثير من الفرق التطوعية وقد أرسلنا أكثر من فرقة تطوعية إلى أكثر من مخيم من أجل التوعية الصحي وأيضا بعض العمليات التي ممكن أن تكون تحد نوعا ما من انتشار هذا المرض. طبعا هذا المرض لا يخفى على أحد خطورته وكيف ينتشر وانتقاله وأيضا نحاول أيضا أن نلقي للناس بعمل مسرحي بسيط بأمور معينة كيف ممكن أن يتجاوزوا مرحلة الخطورة في هذا المرض بأمور بسيطة كالتطش المعقم والكمامة وأيضا إن كان هناك القفازات. هل تكفي هذه الطرق لتوعية المخيمات؟ كما نعلم وضع المخيمات وضع خاص. في الحقيقة لا أرى أن هذه الطرق هي كافية للمخيمات أو كافية لهذه البقعة المحاصرة أساسا. لماذا؟ لأن الكمامة أو الكف أو القفاز لن يكون كافيا لأن الاختلاط كثير جدا في هذه الأماكن. لكن ما الحل؟ يجب أن نحصل على أقل الأضرار ولو كان بزمن بسيط. طبعا ندعو جميع المنظمات، ندعو جميع الفعاليات أن تنظر بعين الرحمة لهؤلاء الذين يعانون أشد أنواع العذاب، خوف من المرض وخوف من القصف وقد هجروا من بيوتهم ودمروا إلى آخره من هذه الأحداث. احنا فريق تطوعي ضمن الجمعية. طبعا مشروعنا اليوم هو مشروع توعي عن الكورونا، استهدفنا فيه النساء والرجال والأطفال في مخيم مثل ما لكم شايفين بالمخيمات الموجودة هون. فكرتنا هي انه تطلع السيارة ونقدم عرض مسرحي فيها لحتى يكون في عنا مسافات تباعد بيننا وبين الناس، وبنفس الوقت لحتى نوصل لهم فكرة الوقاية من مرض كورونا وفكرة كيف ياخذوا تدابيرهم وكيف ياخذوا الاحتياطات. وطبعا يعني حاولنا تكون الفكرة موجهة لكل الناس اللي عم يشوفوها، يعني لكل اللي قاعدين بالمخيم انه تقدر توصل لهم الفكره، ان كانوا اطفال ان كانوا كبار ان كانوا صغار. نحن رح نستهدف المخيمات لانه هي صايره اماكن انتشار عشوائي فيها، فصعب كثير اذا انتشر المرض هون يعني رح تصير عندنا كارثه انسانيه مثل ما بنعرف يعني، ورح يصير في عندنا وباء منتشر بشكل كبير. هل هناك تجاوب من الناس او من الاطفال من العائلات لهذه الفعاليات؟ في فائدة واضحة؟ تمام. هلأ مثل ما لكم شايفين في كتير فائدة من العرض اللي عم نقدمه، يعني الأنسات اللي عم يقدمونا طرق الوقاية كيف منغسل إيدينا. الأطفال هنا واقفين تحت عم يحاولوا يقلدوا، يعني عم يحاولوا يتصرفوا نفس التصرفات. الكبار عم يحاولوا يستوعبوا. مثلا في كتير عالم ما عندها وسائل تواصل اجتماعي، ما عم تقدر تعرف شو هي المعلومات اللي لازم تتخذها، شو هي الإجراءات اللي لازم تتصرفها. فبهيك عرض يعني بيضل مرسخ عندهم إنه فكرة كيف لازم نحمي حالنا، فكرة كيف لازم نغسل إيدينا، كيف لازم نعقم، إنه لازم نلبس الكمامة لما نطلع برا المخيم، لما بنكون حدا من جالس حدا غريب او حدا من غير مجموعه العيله. فمن هيك طرق يعني مسافه لا تقل عن المتر الواحد، تجنبي التجمعات، اغسلي يديك بالماء والصابون مرات عديده بما لا يقل عن 20 ثانيه بهذه الطريقه.
الرحله الاساسيه هي من المسرحيه هي انه نحبب الاولاد عن طريق المسرحيه، انه نحببهم بطريقه وقايه نفسهم او انه طريقه تعقيم اليدين من الفيروس، وبالاضافه الى حمايه انفسهم من المرض وسبب المرض، يعني انه يعرفوا انه هذا المرض هو سريع الانتشار، مرض سريع الانتشار، انه طريقه علاج المرض هو عن طريق فض التجمعات، ارتداء الكمامات، التعقيم بشكل مستمر، عدم ملامسه ادوات استخدمها اشخاص مصابين بالمرض. هذا كان هو هدفنا الاساسي. الحمد لله رب العالمين، يعني انه هن الشباب يعني وعونا، نحن ما كنا نعرف هاي لا الكورونا ولا شيء، بس على طريقتهم يعني صرنا نعرف انه الكورونا بدها نظافه، بدها نظافه الاولاد كذا، بس كله هذا بده يعني مواد، يعني كله نحن بحاجته هذا. النظافه اهم شيء نظافه الاولاد، يعني لازم يكون عندنا نحن هون بالمخيم يعني بحاجه كل شيء مشان موضوع هذا الكورونا. طيب كيف وضع الصحي للأطفال في الوضع الصحي في المخيم لكم كلكم يعني؟ والله يعني هلا حد الآن ماشي الحال الحمد لله ما حدا صابوا شيء لحد الآن، يعني دايرين بالنا عليهم على الأطفال وهيك الحمد لله ماشي حالنا. كل اللي حبونا عملوا وصفة ليشوفونا، الله يقطع الكورونا بكت عينينا، 2020 نحن بالبيت.